يوم جديد وان شاء الله يا رب يكون يوم جميل على كل حضراتكم. صباح الفل عليكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم. اهلا بكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح الهنا. صباح الهنا والرزق والسعادة والخير دايما يا رب، ان احنا يعني دايما كده نفكر ان حياتنا دايما بكرة هيبقى فيه احسن، الخير ان شاء الله جاي، بس مهم جدا ان الواحد يكون بيسعى ومؤمن ان هو يقدر يوصل ويسيب الباقي على ربنا باذن الله، كله خير باذن الله. زي ما احنا كده كنا دايما بنتامل او بنتامل في الاهلي ان هو يجيب لنا الافضل والافضل حتى بعد اي يعني مباراه مش بالاداء اللي احنا عايزينه، بعض الصعوبات او العكوسات اللي كانت بتواجه الفريق الفتره اللي فاتت، لكن شفنا تغيير على الارض كان كويس جدا. ده راجع لايماننا بفريقنا وثقتنا كمان في اللعيبه، ودايما بنقول حتى لو وقعنا بنرجع نقف تاني على رجلينا، هي دي الروح اللي احنا نعرفها. صباح الفل وحلقه جديده. وامبارح بس قبل ما نخش في حلقه النهارده كان يوم، ناس كلها كانت بتقول ان يوم مميز، ما اعرفش انا طبعا ما كنتش متواجد امبارح لبعض الظروف، خدت بالي بس ترند او انا مش عارف تفاصيله برضه، بس انا خدت بالي من ان في ناس كتير حاصل معاها عكوسات فبيتريقوا على الموضوع لك يوم مميز. قال لك هيبقى يوم مميز وما كانش يوم مميز، لكن في ايه مش عارف ايه خلفيه الهاشتاج اللي طلع ده، يعني كان ممكن يبقى ده تاريخ جواز، تاريخ كاتب كتاب يبقى يعني 22/2/2022 ممكن، بس الحاجات دي على فكره فعلا صح. أيوة. انا ما خدتش بالي الناس بتستغل الديت. ايوه صح كده بقى الكلام منطقي على انه فعلا تاريخ مميز. صحيح. بس ما اعتقدش وشه كان حلو على الناس كلها، لان انا فعلا برضو شفت ناس كتير كاتبه فين الميزه ده، فين ده، يعني ما كانش في ردود افعال احسن حاجه. بس امبارح كان ماتش حلو. امبارح كان ماتش رائع. بص يا كريم، انت شفت استحواذ، شفت روح الاهلي موجوده مره تانية، شفت كده زي ما بتقال امكانيات اللعيبه على الارض رجعت، هو ده المشهد اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي، وهي دي الثقه اللي احنا كنا محتاجينها، ثقه اللعيبه في نفسها، ثقه الجهاز الفني في الفريق، وثقه الجماهير كمان في بعضه في الفريق وفي الجهاز الفني. يعني انا شايفه امبارح مشهد كان جيد جدا. مكسيوني يعني ادهشنا بصراحه. ناس كتير كانت، خلينا برضو ننقل الصوره بشكل يعني في شفافيه، ناس كتير كانت بتقول ان مكسيوني مش على مستوى او قدر النادي الاهلي. اعتقد ردود الافعال امبارح اختلفت تماما. انا قريت بنفسي بعض اللي كتب عن مكسيوني، لا ناس كتير قالت لك لا واضح ان احنا حكمنا بدري عليه، واضح ان احنا ما كناش عارفين قدرات هذا اللاعب. امبارح كان اكتر من رائع، بتلعب اللعيبه كلها في مراكزها، بتلعب ب 4-2-3-1. قفشه كان برده امبارح ليه دور كبير جدا. حمدي يعني اعتقد كل الفريق كان مادي اكتر من رائع. بس غريب ان في ناس بتقول كده على مكيسوني، اللي هو ده من اللعيبه القليلين اللي من اول ما حط رجله في ارضيه الملعب مع اول مباراه ليه بتيشيرت النادي الاهلي، فاكره اول لقاء على الاطلاق ده الدنيا كلها اتقلبت. هو كان اللقاء ده وبعدين ما كانش الاداء مرضي بالنسبه للبعض، يعني بيمشي الحال. لكن هو عموما لعيب طبعا مميز. اكيد هنتكلم طبعا يعني على مدار حلقه النهارده على كتير من التفاصيل المتعلقه بمباراه الامس، طبعا ده في الجزء الاول من حلقتنا، والثاني كمان وحياتكم. احنا الجزء الثاني هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق، واكيد هنتكلم معاه برده عن مباراه الامس، وتاني واخر فقراتنا هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو السعود، وانترفيو بقى بينها وبين هواند حول مضادات الاكسده، ودي برضو من الحاجات اللي بقت بتتقال كتير قوي الفتره دي، بس مش فاهمينها. يعني ايه الاكسده اللي في الجسم، وازاي ده ممكن ياثر على الصحه العامه وعلى المزاج العام؟ وقلنا الكلام ده قبل كده، في ربط كبير قوي بين نقص بعض الفيتامينز في الجسم والحاله المزاجيه. ممكن فجاه نلاقي المود بتاعنا وحش، ممكن فجاه تلاقي هو انا متضايق ليه، ممكن فجاه تلاقي مش عارف تنام. كل ده طبعا ممكن يبقى ليه شق نفسي، بس الاساس بيكون راجع برضو ليه نقص فيتامينات في الجسم، في اكسده في الجسم، فاللي هي مضادات الاكسده ده التوبيك المين اللي احنا هنتكلم فيه مع دكتور دينا، ازاي ممكن نتلاشى هذا الموضوع، ازاي ممكن ان احنا يعني نحاول نحافظ على نفسنا ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله. دايما انا بحب الواحد يحافظ قبل ما توصل بقى للكارثه، لان دي الثقافه بتاعتنا، احنا بنبتدي ناخد خطوه بعد ما يعني بعد الوفاه. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم باخبار النادي الاهلي، وطبعا يعني في البدايه كده لازم نقول كلنا ايه، مرحبا بصداره الدوري مره ثانيه، عاد البطل التاريخي للبطوله، يعني النادي الاهلي طبعا عاد لموقعه الطبيعي والمنطقي على صداره بطوله الدوري المصري بفوز ولا اجمل ولا احلى على فريق مصر المقصه. مباراه كانت رائعه امبارح، وطبعا انتهت برباعيه سجلها او سجل منها هدفين مهاجمنا لويس ميكيسوني، وطبعا الجناح المهاري حسين الشحات سجل هدف، واللاعب الشاب زياد طارق هو كمان سجل هدف. الحقيقه يعني فكره ان الاهلي بيوصل للنقطه ال 22 من 8 مباريات دي حاجه زي الفل. يعني احنا تعادلنا طبعا في مباراه واحده فقط امام فيوتشر في الدوري، وكسبنا 7 ماتشات، فعوده عظيمه جدا للبطوله المفضله اللي للاسف الشديد ولظروف الى حد ما
خارجه عن ارادتنا غابت عننا السنه اللي فاتت، وده امر مش معتادين عليه قوي بصراحه داخل قلعه الجزيره. بس ان شاء الله الموسم ده هيبقى فيه كلام تاني. انا بتفق معاك، بس برضو يعني خلينا نقول شق تاني كده لو تاخد رايي بقى في الحته دي. انا عاجبني جدا طبعا يعني القصه هنا المكسب، ولكن الاكثر من المكسب اللي عاجبني حقيقي يعني هو فكره الفوز، لا هو العوده زي ما انت قلت يا كريم لصداره الدوري، وان انت كمان خلاص كملت النجاح الافريقي وكمان العالمي، انك تحقق بعد ما كسبنا كمان الميداليه البرونزيه في المباراه طبعا كانت قويه جدا امام الهلال السعودي، قبلها الفوز على مونتيري المكسيكي اللي كان الفوز غير متوقع بقول طبعا محمد هاني، واللي اتحقق في ظروف برضو هنرجع نقول كانت صعبه جدا، ابرزها طبعا كان يعني غياب كل اللاعبين الدوليين عن اول مباراه في كاس العالم للانديه، واكثر كمان من لاعب مؤثر في مباراه بالميراس اللي خسرناها للاسف الشديد في الدور قبل النهائي، وكمان اول انطلاقه في دوري ابطال افريقيا اللي كان بتعادل مع الهلال السوداني كمان يا كريم على ملعبه في السودان، يعني كلها مباريات قويه وهامه. عشان كده احنا بنقول ان الفوز على المقصه ليه طبعا مكاسب كتيره جدا، خصوصا قبل كمان مباراه سان داونز بقى المرتقبه في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا، والمباراه بقى دي لو هنرجع او هنتكلم تحديدا هنا ليها اكيد اهميه كبيره جدا طبعا. لان فريق سان داونز خسر من الاهلي في اخر نسختين من دوري الابطال، واكيد هو هيبقى عايز يسجل بقى حضور قوي، خصوصا برضو ان المباراه هتكون في القاهره، فزي ما بيتقال كده ده لقاء مرتقب وده الناس كانت بتتكلم ان هو ده يعني او دي المواجهه الاصعب في المجموعه بتاعتنا، بس برضو هنرجع نقول تاني مفيش حاجه اسمها مواجهه اسهل واصعب، كل المباريات مهمه. السودان كانت ناس كتيره جدا متوقعه الفوز فيها كمان من يمكن الدقائق الاولى، لكن ده ما حصلش، فخلينا نشوف حاجه حاجه يعني، خلينا نمشي خطوه خطوه كده ونشوف ايه اللي هيحصل، بس في الاول وفي الاخر اكيد احنا واثقين في موسيماني، واثقين في الفريق كله، فبالتوفيق ان شاء الله. عايز ارجع بقى مره ثانيه انا هوند للنقطه اللي انت اتكلمتي فيها، فكره ان مباراه امبارح كانت مليانه مكاسب، وهي الحقيقه كانت مليانه مكاسب فعلا الى جانب المتعه اللي احنا حسينا بيها كمتابعين ومشاهدين، بس كمان من ضمن الحاجات اللطيفه جدا اللي اسعدتنا كلنا واثلجت صدور كل الاهلاويه في كل مكان عوده الحارس الاساسي محمد الشناوي للمشاركه الاساسيه بعد فتره غياب طبعا نتيجه الاصابه اللي اتعرض لها في ماتش مصر وكوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه، دي كانت من ضمن الحاجات اللطيفه. كمان روعه الاداء الجماعي، كان في جو تقسيمه كده حاصل على مدار المباراه، وطبعا نتج عنه فوز برباعيه نظيفه، دي كانت من الحاجات الجميله. تألق ميكيسوني زي ما كنا بنتكلم من شويه وتسجيله لهدفين، ده بيأكد بالمناسبه تفصيله ميكيسوني كده عشان برضو ايه الناس اللي كانت نهواند بتتكلم عنهم من شويه، دي تفصيله تبين ان النادي الاهلي كالعاده ما بيختارش اللعيبه بتوعه بشكل عشوائي، لا بيبقى حاطط عينه على لاعب وعارف كويس جدا قدراته وعارف كويس جدا يعني ايه امكانياته، عشان كده حملات الهجوم الكبير اللي يعني على بعض صفقات الفريق ساعات بتبقى بعيده الى حد كبير عن المنطق، لازم نكون واثقين في اختيارات نادينا واللي بتترجم دايما في صوره نجاح على ارضيه الملعب وعلى ارض الواقع. متفق معاك كريم يعني، افتكر برضو لو نرجع شويه لورا لما تعاقدنا مع فلافيو طبعا نقولي فاكر قعد سنه احنا بنقول الكلام ده والناس عارفاه، بس هنفكر نفسنا بيه تاني عشان اللي نسي نفكره، سنه كامله قعد ما جابش يعني غير تقريبا جول واحد، وقتها كان كل الجماهير والصحف والنقاد قال لك يعني انها صفقه ضعيفه، والبعض وصفها بالصفقه الفاشله كمان. بعدها فلافيو عمل ايه؟ بعد كده بقى من اهم هدافي الدوري المصري وبقت اهدافه كمان يعني ماركه مسجله، وهو وجلبرتو صحيح لو هنجيب كمان سيرة جلبرتو، عشان كده برضو أنا أتوقع أن ميكسيوني هيقدر أن هو بشكل كبير يظهر في الفترة اللي جاية، وعجبني كمان حالة الانسجام الكبير لو احنا هنتكلم بقى على تفاصيل شوية بين اللعيبة ولعيبة الخط الأمامي تحديدا أفشة شريف حسين الشحات، بعد ما نزل كمان أحمد عبد القادر وحسام حسن اللي كان هيسجل خلاص هدف عالمي لولا طبعا يعني يعني خلاص مش مشكلة، وعجبني جدا برضو مش هنتكلم في الحتة دي خليها في الفقرة. زياد طارق برضو اللاعب الشاب الجميل جدا احد اكتشافات باتسو موسيماني واللي هيبقى ليه مستقبل كبير جدا كلنا متوقعين ان شاء الله مع الاهلي، فهو الاهلي بمن حضر زي ما احنا بنقول مش هنقعد نقررها، بس فعلا دي حاجه او دي زي ما بتقال كده استراتيجيه لازم نكون مؤمنين بيها جدا، فما فيش مشكله ابدا، ادي فرصه. احنا ياما قابلنا قبل كده وفي التاريخ عندنا ياما ناس كانت بتراهن على فشل بعض اللعيبه، وللاسف الشديد يعني ده ما حصلش، او مش هنقول للاسف الشديد لحسن الحظ ده ما حصلش، والعكس صحيح، ناس كتير برضو يا كريم كانت بتقول لك ده لاعب كويس وللاسف ممكن ما يكونش ادى بالشكل المرجو، فده موجود وده موجود يا جماعه، فالقصه كلها ان زي ما انت قلت ما فيش حد اسمه بيتحط
تبع او خاص بالنادي الاهلي الا ما بيكون قد هذه الفرصه، فلان النادي الاهلي ما بيهزرش، يعني ما ينفعش ان هو هيجيب لاعب وهيعمل صفقه وعامل دراسات ووسائل وعامل كل الكلام ده وبعدين منضم للنادي الاهلي بقى كان يجي يقول لك ايه لا احنا اخترنا غلط، يعني بس الامر ما يخلاش برضه. وانت خلي بالك ان دي برضه ايه تفصيله كده من طبيعه تكوين الجماهير، مش بس بتكلم على جماهير النادي الاهلي، يعني في ساعات كتير بمنتهى المحبه تلاقي ناس قاعده للسقطه واللقطه وتتسرع في اصدار الاحكام وتتسرع في نشر هذه الاحكام. طبعا بس هقول لك على حاجه، يعني ما بيبقاش، انا هتكلم على جماهير الاهلي ماليش دعوه بالنقاد الرياضيين الاخرين ولا اللي بيتكلم باسم النادي الاهلي، هو لا ينتمي للنادي الاهلي بشيء، انا هتكلم عن جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لما بتيجي تنتقد لاعب، وبلا ذكر اسماء، كان في الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات انتقاد لاعب بعينه كانت صفقه جديده للنادي الاهلي، لكن ما كانتش الجماهير بتطلب يعني رحيله. القصه ان انت ما بتباعش، انت بتبقى على اللعيبه بتوعك، بتبقى على الناس بتوعك، بتبقى عايز ان هو ممكن يروح يعني يعمل اعاره في مكان ما ويرجع لك مره ثانيه افضل. على فكره الاعاره دي ياما صنعت اسماء عظيمه جدا. فتاني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما بتبيعش، هي دي النقطه، انت ما بتبيعش حد من ولادك، انت ممكن تودي حد اعاره، ممكن تودي حد في مكان معين بس انت بترجعه بعد كده وهو بيثبت ان هو افضل من الاول، ده اللي احنا نعرفه على مر التاريخ، يعني هنحكي قصص. صحيح، وكنا لسه امبارح بالمناسبه يعني في النقطه اللي بتتكلمي فيها امبارح كنا بنتكلم ان تمت اعاره 2 من لعيبه النادي الاهلي الشباب، والنهارده كان في كلام كده برضو على لعيب ثالث، اكيد اللي انت بتقوليه كلام مظبوط. فكره الاعاره انت بتخلي اللعيبه بتوعك اللي ما عندهمش مساحه قوي ان هم يلعبوا ويشاركوا في المباريات بتساعدهم بتنميهم بتديهم فرص بيستووا. ايوه ايوه عارفة، عارفة المصطلح بتاع يستوي، بيطلع يستوي ويجي لك بقى انما إيه؟ تبيع ده مش من ثقافتنا ابدا. صحيح. مش النادي الاهلي اللي يعمل بس هو كده. ارجع تاني واقول لك برضو الجماهير، بدليل ان حتى الجماهير ممكن تلاقوا النادي الاهلي مشارك في 4 5 بطولات بس الجمهور واخد على خاطره جدا ان احنا خسرنا بطوله واحده من الاربعه او الخمس. صحيح. بطولات، يعني ثقافه المكسب بشكل دائم وفي استدامه دي موجوده دايما عند كل الاجيال من جماهير ومشجعي ومحبي النادي الاهلي. على كل حال خلينا نقول يعني مبروك مره ثانيه، اجمل رباعيه فعلا اهلاويه رجعتنا لصداره الدوري. ده الدوري ده كان متوقع. تاني هنرجع نقول بطوله راحت بنعوضها، مباراه مش حلوه بنعوضها، لعب مش قد كده بنعوضه، هو ده النادي الاهلي. رجعنا تاني لصداره الدوري، الدوري اللي عايزين خلاص بقى ان شاء الله نحسمه كمان من بدري المره دي، لان ان شاء الله برده هيبقى عندنا مباراه قويه جدا في افريقيا يوم السبت امام طبعا سان داونز زي ما كنت بقول انا وكريم، وزي ما كابتن برده سيد عبد الحفيظ اكد قال ان مباراه الفريق امام مصر المقصه خلاص انتهت بالفوز برباعيه، وان هذه يعني الصفحه انتهت وانطوت، وبمجرد خلاص انتهاء المباراه للتركيز بقى في المباراه القادمه امام سان داونز. خلينا كده نشوف برضو جزء من تصريحات كابتن سيد ونرجع نكمل. لا طبعا على كل شيء، توقيتها كمان مهم بالنسبه لنا، توقيتها ان انت جاي بعد كاس العالم للانديه ثم مباراه الهلال السوداني في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا وقبل مباراه سان داونز، فتوقيتها طبعا مهم جدا. يعني كمان احنا يعني مجموعه من اللعيبه فضل بيتس وموسواني ان هم يديهم راحه النهارده استعدادا لمباراه سان داونز، كل ده كان في الحساب، مش عايزين لحد لا قدر الله حد يتعور، عايزين ندي فرص لناس، عايزين تريح ناس، عايز برضو تكسب، يبقى الامور بالنسبه لك كلها في اطار ايجابي. يعني كابتن سيد مباراه اليوم في بعض النقاط والمكاسب المتعدده، عوده محمد الشناوي مكسوني النهارده واول هدفين ليه مع النادي الاهلي، كريم فؤاد بيظهر في مركز الظهير الايمن، محمود وحيد وعوده حسام حسن النهارده، مكاسب كتير متعدده في ظل ان انا عندي الغيابات الكتير جدا، احافظ على الاداء والنتيجه امر يحسب ليكم كجسمان. برضه كتهديف وزياد بيظهر في صوره كتهديف ومحمد محمود بياخده ده ومحمود وحيد، فده وضع طبيعي، يعني انت بتلعب موسم طويل جدا فاكيد هتحتاج كل اللعيبه، والواحد مقتنع تماما ان النهارده انت محتاج يعني في لعيب موجود بكره هتحتاج التاني، فكل يبقى عند على الاستعداد ده وكل يبقى عنده الـ 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 الرؤيه دي ان هو في اي وقت هيلعب. يعني الحمد لله، يعني خلينا نقفل لان احنا كمان عندنا مباراه مهمه جدا مع سان داونز، هنستعد لها بدري شويه، هنخش معسكر يوم الخميس ان شاء الله، هي مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا لان هي كمان في المفروض في الحسابات ان هي تبقى المباراه الثالثه، لكن هي فعليا المباراه الثانيه كمشاركه، يعني لان مباراه المريخ هتبقى بعدها، عندنا سان داونز ثم المريخ، سان داونز المريخ، عندك 4 لقاءات في منتهى الاهميه ان شاء الله، من باذن الله يكون ربنا موفقنا فيهم ونكون باذن الله عند حسن الظن ونقدر
ان احنا نحقق على عدد من النقاط فيهم. انت بتتكلم دلوقتي على عالم مفتوح على بعضه، انت الناس بتشوف اعظم لعيبه العالم بتقعد احتياطي عادي جدا، المهم لما بيبقى الكوتش بيحتاجهم او بيبقى بيستعين بيهم يكون على الاستعداد ده. يعني مهم جدا ان انت تبقى عارف ان انت اكتر واحد هتخدم نفسك، مهم ان انا اتكلم معاك وكويس ان انا اشجعك وكويس ان انا اخليك عندك دوافع كويسه، لكن انت كمان الاهم انت، الاهم انت عندك الاستعداد ده ولا لا. يعني بتلعب في نادي زي النادي الاهلي، بتلعب في نادي يعني اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في العرب، اكبر نادي في مصر، فطبيعي جدا طبيعي جدا ان انت لما هتاخد هيبقى في تقييم ليك، تقييم ده يا اما صالحك يا اما مش صالحك، فلو صالحك يبقى في استمراريه، فمهم جدا ان انت عندك المفهوم ده. يعني خلينا زي ما قلت لك، يعني مباراه مصر المخصصه انتهت، ان بكره ان شاء الرحمن عندنا تمرين بدري، يوم الخميس هيبقى عندنا معسكر ان شاء الرحمن نستعد لمباراه سان داونز باذن الله. بطوله افريقيا لها دوافع مختلفه السنه دي، يعني انت عندك يعني حاجه ممكن تكتف للتاريخ للجيل ده، ان كثالث مره تاخد البطوله للمره الثالثه على التوالي، دي ما اتحققتش خالص على مستوى افريقيا في اي نادي افريقي، انت كمان كان على مستوى النادي بتاعك ما حققتهاش خالص. حققنا ثنائيات كذا مره، حققنا ثنائيات في 2005 و2006، حققنا ثنائيات 2012 و2013، حققنا ثنائيات 2020 و2021. اتمنى يا رب يعني يكون يا رب يبقى شرف لينا ان احنا نكون واحد من الناس اللي ساعدت او الجهاز او اللعيبه يعني ان هو يكتب تاريخ للنادي الاهلي ان يحقق ثلاثيه. لكن في نفس الوقت يعني انا من الناس الواقعيه جدا، يعني مش ممكن هبص لخمسه وانا لسه عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه. خلينا دايما نبص على المرحله اللي انت فيها، عندنا رقم واحد الاول نعديه بشكل كويس، وبعدين نبص على رقم اثنين وثلاثه واربعه بعد كده. سته وخلاص الحمد لله نزل، كان ممكن يبقى موجود النهارده لكن الجهاز الفني فضل ان هو يريحه. ان شاء الله الرحمن بنسبه تتعدى ال 95% يبقى موجود معانا ان شاء الله الرحمن في مباراه الصن داونز يوم السبت ان شاء الله الرحمن. ايمن اشرف يعني ممكن او ممكن لا، يعني هنشوف الدنيا ايه، وان كانت الاتجاه يبقى صعب شويه. الشناوي الحمد لله رجع النهارده خلاص، يعني المجموعه كلها طاهر واحمد عبد القادر ومعلول، يعني برده عنده اجهاد في عضله السمانه، فضلنا ان احنا نريحه. محمد عبد المنعم ما فيهوش حاجه، لكن برده الراجل فضل ان هو يريحه، الكل هيبقى موجود وجاهز ان شاء الله الرحمن. هي عاده يعني زي ما بتبدا بتنهي عاده يعني، لكن ممكن طبيعي سوري ممكن يحصل لك شويه اختلاف شويه في بعض الاوقات، يعني ممكن الناس تبدا وحش قوي وتختم كويس قوي، بس دي حالات بتبقى شاذه شويه من وجهه نظري. يعني البطوله بتبتدي من يوم ما بدانا، صحيح بتبقى اهميتها بتقل بتتدرج شويه او بتصعد شويه مع الادوار، لكن في النهايه انت واخد الموضوع من اوله ولا لا. يعني احنا مركزين جدا وعندنا مجموعه صعبه مش سهله خالص، يعني الهلال والمريخ وصن داونز زي ما قلت لك، خلينا ناخدها واحده واحده. عندنا مباراه يعني من وجهه نظري هي اهم مباراه في دوري المجموعات، المباراه اللي جايه يا رب ان شاء الله الرحمن يكون التوفيق حليفنا ونقدر ان احنا نحقق فيها الفوز باذن الله. ده كان جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، وكالعاده كلام موزون كده كلام موزون، بس برضو الكلمه بتاعت يعني ايه اللي هو قفلنا الصفحه خلينا نبص على والله طيب. انا بحس برضو ان من حقنا نفرح ولو اكتر من يعني 24 ساعه، فعلا النادي الاهلي بيحط ديوريشن تحديد كده 24 ساعه عشان تفرح باي دول حاجه، ما بيكملوش حتى من 24 ساعه ده امبارح الماتش بالليل لسه عايزين نعبر عن يعني حتى قال لك اقلب الصفحه بالظبط. يعني طبعا الحمد لله ان الاهلي دايما بيفرحنا ودايما يجيب لنا بطولات ودايما بيسعدنا كمان في الملعب، لكن الجماهير برضو من حقها ان هي تفرح. احنا كاعلاميين في قناه الاهلي من حقنا ان احنا نفرح ونحتفل، دي حاجه بتسعدنا على كل الاحوال يعني. طيب وللمزيد من التفاصيل حول حاله الطقس احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك. الشتاء في التشطيب ولا ده ممكن يبقى انطباع زائف عند البعض؟ في التشطيب. التشطيب؟ اللي هو في الاواخر. دي جمله باختراعك اكيد. ده مصطلح جوي معروف. اتفضل يا دكتور محمود. مصطلح جوي انا قلت افوتها كده مش تاخد بالها. التشطيب. اتفضل يا فندم. كده خلاص دي 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 مظاهر ان الشتاء يعني ايه على وشك بقى الرحيل، ولا برضو احنا لسه ما زلنا معرضين لاجواء شتويه الفتره اللي جايه؟ لا لسه طبعا معرفين حالات عدم استقرار، الشتاء فاضل له شهر تقريبا على نهايته. بينتهي في مارس، فلسه طبعا التقلبات الجويه وارده، يعني الامطار احيانا بنشوف ارتفاعات في درجات حراره ونشاط رياح واتربه زي ما احنا شايفين امبارح والنهارده. لكن طبعا احنا اتصابت حاله من عدم استقرار زي ما نويت هيئه الارصاد الجويه، نشاط رياح واتربه يتبعها شويه امطار. الامطار هتكون متفاوته في الشتاء، طبعا الحاله مستمره معانا النهارده ومعانا ايضا خميس وجمعه.
الامطار هتكون متفاوته في الشده، يعني هتبقى على السواحل الشماليه الوجه البحري في تمتد خفيفه من القاهره وشمال الصعيد ومدن القناه، ولكن طبعا هيكون صاحب فيها انخفاض درجات الحراره بكره. هو من امبارح بالليل يا دكتور محمود، طبعا احنا متفقين على ان وسائل التواصل الاجتماعي ما هياش مرجعيه نستند اليها او ناخد منها معلومه حول حاله الطقس، بس كان في كلام كتير على ان النهارده تحديدا هيبقى في عواصف رمليه وحاجات زي كده. هو حضرتك احنا الهيئه الارصاد قلنا في نشاط رياح كتير للرمال والاسربه مساء اليوم، يعني مساء اليوم النهارده بعد 1200 او بعد الساعه 2 تبدا طبعا نشاط الرياح على بعض المناطق، واحنا شفنا الصبح انخفاض الرؤيه والاتربه والجو بيكون شويه، شفناه امبارح والنهارده الصبح. لغايه دلوقتي طبعا الرؤيه على القاهره وصل 2000 متر، يعني رؤيه منخفضه. مع تقدم ساعات النهار هتنشط الرياح. نشاط الرياح ده هيحول الاتربه العالقه دي الى رمال مسارب، خاصه على الطرق الصحراويه والمدن الجديده والمناطق المكثفه، فهنلاقي فعلا اشاره للرمال والاتربه نتيجه نشاط الرياح. فترات الليل متوقع ان فرص الامطار اللي هتبقى موجوده على السواحل الشماليه الغربيه تمتد خفيفه الى مناطق من القاهره الكبرى. وتبقى فرص الامطار تكمل معانا بقى ان شاء الله بكره وبعده. ومع انخفاض درجه الحراره اللي هيكون عن النهارده بحوالي 4-5 درجات. يعني لو قلنا النهارده 23 او 24 درجه الوجه البحري والقاهره، فبكره متوقع 19-18 في هذه الحدود. طب يعني نقدر نفهم دكتور محمود ان النهارده يعني على الظهر كده هيبدا الجو يعني في السوق، خلينا نقول كده، وعدم الاستقرار يعني لغايه يوم الجمعه كده. بعد الظهر كده تبدا الاجواء يبقى في نشاط رياح واتربه، وتبقى في تقلبات جويه، الناس هتبقى امطار في اماكن واماكن لا. هنشوف درجه حراره صغرى النهارده منخفضه عن اليومين الثلاثه اللي فاتوا، تحس ببروده شويه او شده بروده شويه فترات الليل اكثر من ال 48 ساعه اللي فاتوا، بدايه للجبهه البارده اللي بدات تتاثر بيها القاهره. طب هو ليه كده؟ ليه الويكند هو اللي وحش والاسبوع؟ طبعا ما فيش اجابه. طيب مش حاجه مش بايدينا، صحيح صحيح ولا ايه؟ بس ايه السبب يعني؟ الويكند اللي فات كان الويكند اللي فات كان كده والويكند ده كده، يعني تيجي الاسبوع حلو وعلى الويكند بوظ الدنيا. معلش يعني مش بايدينا. ايوه في حاجات مش بايدينا. ماشي يا دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، شفت امبارح ازاي برضو ماتش الاهلي والمقاصه؟ ما شاء الله. طبعا الاهلي يعني فايق بشكل كويس في صف اول وثاني وثالث كمان الاهلي ما شاء الله. باذن الله يعني مع التركيز اكثر المباريات القادمه ان شاء الله بطوله افريقيا تكون معانا برضه ان شاء الله، نامل ذلك. بكل حال نشكرك، شكرا ليك يا دكتور محمود. كروي جدا دكتور محمود، متابع لكل ماتشات النادي الاهلي. جميل، شخصيه جميله. نروح فاصل ولا ايه؟ ونرجع بعديها نكمل كلامنا، اتفضل. من الحاجات اللذيذة برضو اللي بتتبعت أوقات، إن إحنا كنا من يومين بنتكلم أنا وكريم عن الرياضة وأهميتها وإن إحنا لازم نمارس الرياضة. حد كان بيسأل دلوقتي يعني يا ترى بقيتوا تروحوا الجيم ولا لا؟ بيسألنا أنا وأنت. بصراحة لا، بمنتهى الصراحة لا. ما نخبيش عليك. أقول لك على حاجة تاني، ما إحنا لما بنيجي نقول حاجة كريم إحنا بننصح نفسنا برضو، وقلت الملف ده هنقعد نتكلم فيه على طول، مش فترة، على طول. الرياضة مهمة جدا، الرياضة ما فيش دكتور ممكن أو أخصائي هتروح تسأله أنا عندي مشاكل كذا 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 إلا لما هيربطها مرة تانية بالرياضة وبالحركة. المشكلة أو القصة مش بسيطة فعلا. فإحنا يمكن طلعنا قلنا الكلام ده من كام يوم وقلنا إن إحنا عايزين نواظب. أنا كنت بصراحة بواظب الفترة اللي فاتت، كنت بروح كل يوم تقريبا ما عدا يومين في الأسبوع، بس ما اعرفش يعني ما تعرفش ايه اللي حصل، بس فعلا انا عايز ارجع تاني. فيعني لو على كل حاجة عشان اتسألت بشكل مباشر وانا صريحة، فانا بقول لحضرتك لا. بس يعني حلو ان الناس متابعانا، يعني حلو ان الناس يعني عارفه اصل المتابعه دي تخليك تقوم ايه، طب خلاص والله انا رايح، تحس ان حد مركز معاك. ده الصح على فكره، لو نتابع بعض في البيت تشجع بعض، فيها دليل على التاثير، ودي حاجه تبسطنا طبعا كمان. طبعا حاجه تبسطنا وتسعدنا. صحيح. جدا جدا. خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونتابع اخبار النادي الاهلي والتدريبات والاستعدادات كمان الخاصه بالفرق المختلفه، ونروح دلوقتي يعني لزميلنا العزيز ومراسلنا
محمد توفيق، وحشنا والله توفيق، بقالنا كتير ما بقاش معانا، هو موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا توفيق صباح الخير عليك. طبعا في البدايه بقالك كتير جدا مش معانا، انا مش عارفه انت تقريبا كنت عيان او حاجه كده، الحمد لله على السلامه. وخلينا نعرف منك بقى التفاصيل وكمان استعداد طبعا الفريق الاول يعني لمواجهه بقى سان داونز، اتفضل. صباح الخير، تحياتي ليك انا هوان، تحياتي طبعا لكريم، يعني كمان انتوا وحشتوني جدا طبعا عشان فتره كان في اصابه بكورونا كده، يمكن كاس العالم للانديه لك الحمد لله يعني رجعنا، وانتوا كمان وحشتونا، و10 الصبح في الاهلي وحشنا، وحشنا التواجد فيه، ان شاء الله نبقى مع بعض على طول ودايما في خدمه جمهور النادي الاهلي. معاكم من هنا من داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. خليني اكلمكم عن الجو الاول، يمكن درجه الحراره 20 درجه مئويه، ولكن يعني شويه الشمس بتطلع، شويه بيبقى فيه يعني سحب وغيام، شويه كمان بيبقى فيه نشاط للرياح، ولكن الحمد لله ده مش مؤثر خالص على وجود الاعضاء في النادي. يمكن الاعضاء اللي موجودين في النادي يعني من فئات كبار السن وكمان اولياء الامور اللي ودوا بقى اولادهم للمدارس وبعد كده جم يمارسوا. انت كنت بتتكلموا طبعا عن ممارسه الرياضه، يمكن في عدد كبير جدا من الاعضاء هيظهروا من خلفنا في الشاشه بيمارسوا رياضه المشي هنا داخل تراك مختار التتش بالجزيره قبل انطلاق مران الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي ان شاء الله هينطلق فيه تمام 11:30 صباح اليوم. يمكن الفريق طبعا ما فيش يعني زي ما بنقول وقت للراحه، النادي الاهلي بالامس والفوز على المقص 4-0 شيء، ويعني التصدر قمه الدوري الممتاز برصيد 22 نقطه في مباراه الاسبوع العاشر. ولكن طبعا النادي الاهلي زي ما متعود دايما جمهور النادي الاهلي ما فيش وقت للراحه، دايما بيلعب على كل البطولات على كل الاهداف. الفريق بيبتدي اليوم الاستعداد لمباراه سان داونز في اطار مباراه الجوله الثالثه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي حامل اللقب اخر نسختين منه. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق فوز يضعه في صداره المجموعه برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سان داونز، مباراه هامه طبعا زي ما اتكلم الجهاز الفني عنها امبارح ان دي تعتبر يعني زي ما بنقول هي الجوله الثالثه ولكن هي المباراه الثانيه فعليا طبعا بعد تاجيل مباراه الاهلي والمريخ اللي هتقام ان شاء الله بعد مباراه سان داونز مباشره هنا في القاهره يوم 5 مارس. يمكن الفريق ان شاء الله ينتظر ان هو يتجمع على تمام الساعه 11 هنا في الملعب. يمكن مباراه امبارح كلنا شفناها يمكن مكاسب عديده بغض النظر عن الفوز وتحقيق 4 اهداف، لكن طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين بيتم تجربتهم امبارح بيرجعوا لحالتهم، ظهور اكثر من نجم في الفريق قفشه ميكيسوني حسين الشحات بمستوى اكثر من رائع، كذلك رامي ربيعه، ولكن كمان يعني يمكن عدد كبير من اللاعبين الفتره الجايه ان شاء الله هيكونوا موجودين، اطمنا عليهم من الجهاز الفني والدكتور احمد ابو عبله قبل انطلاق المران. ان شاء الله بيرسي تاو موجود في المران ويتم الاستعانه به حسب الرؤيه الفنيه للجهاز الفني في مباراه سان داونز. كمان اقرا يعني كمان علي معلول يمكن بس الجهاز الفني فضل اراحته وليه شعوره باجهاد في عضله السمانه، لكن ان شاء الله يكون موجود تحت الخيارات الفنيه للجهاز الفني في مباراه سان داونز. وكمان محمد عبد المنعم اللي هو سليم تماما ولكن فضل الجهاز الفني ان هو يريحه طبعا نظرا لسفره الطويل جدا مع المنتخب في كاس الامم الافريقيه ومن بعدها كاس العالم للانديه وكمان رحله السودان. يتبقى بس ايمن اشرف هو اللي صعب شويه تلحقه بمباراه سان داونز، ولكن ان شاء الله فيما هو قادم كل نجوم النادي الاهلي يكونوا موجودين ويعني زي ما بيقولوا يزينوا قائمه النادي الاهلي لكل مباراه في الفتره الجايه سواء محليا او كمان افريقيا. طبعا في تحقيق اللقب الثالث على التوالي والذهاب مجددا لكاس العالم للانديه وتحقيق نتائج اكثر من رائعه ترضي جماهير النادي الاهلي في كل مكان. كمان يمكن من اخبار فرقنا المختلفه طبعا كل الحمد لله فرق النادي الاهلي في انتصارات دائمه، يمكن اول حاجه عندنا سله انسات الاهلي بتعود للمسار الصحيح ولسلسله الانتصارات، بتحقق الفوز بالامس على فريق الجزيره ب 105 نقطه مقابل 93. يمكن الفوز ده بيضع الفريق في المرتبه الثانيه في الجوله قبل الاخيره من الدور الترتيبي في كاس السوبر او دوري السوبر لسيدات السله. ان شاء الله الفريق هيختتم هذه المرحله بمواجهه سبورتنج المتصدر ان شاء الله مساء السبت المقبل. يمكن كمان فريق بقى طائره النادي الاهلي رجال واللي دايما طبعا محققنا على ضرب الارقام القياسيه والنتائج الاكثر من رائعه، يمكن الفريق اختتم زي ما نقول دوري المجموعات الثاني امبارح بالفوز على طلائع الجيش بنتيجه 3-0، كل الاشواط انتهت بنفس النتيجه 25-19. بالفوز ده النادي الاهلي بيتصدر قمه المجموعه الاولى وكمان بالعلامه الكامله النادي الاهلي لعب 10 مباريات حقق الفوز في 10 مباريات، وبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي هيدافع عن لقبه. يمكن النادي الاهلي طبعا هو صاحب السجل الذهبي في هذه البطوله والرقم القياسي ب 33 بطوله، النادي الاهلي بيلعب هذا العام على البطوله 34. يمكن هيبتدي بقى زي ما بنقول يعني المرحله الترتيبيه من 1 ل 8 اللي هيبداها ان شاء الله النادي الاهلي يوم الاحد المقبل امام فريق الطيران، وكمان هيختتمها ان شاء الله يوم 13 مارس امام الزمالك على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق اللقب 34 في تاريخه، ودايما تبقى دايما طائره الاهلي زي ما بنقول محلقه ولا تهبط ابدا. كمان يمكن ابرز النتائج ومسك الختام فريق 2002 شباب النادي الاهلي لكره الماء
يمكن تفوق على فريق الزمالك بالامس في دوري الجمهوريه، والمباراه اللي اقيمت في نادي المعادي بنتيجه 24-0. يمكن النتيجه كانت كبيره جدا، النادي الاهلي تسيد المباراه طولا وعرضا، شباب النادي الاهلي ادوا اداء اكثر من رائع. يا رب دايما كل فرق النادي الاهلي تؤدي بافضل اداء وافضل نتائج، وتبقى دائما كل فرق النادي الاهلي في المقدمه، ويبقى النادي الاهلي دائما اولا واخيرا. كل التوفيق للنادي الاهلي بفرقه المختلفه، ودايما يا رب نتائج تسعد وتفرح كل جماهير النادي الاهلي. كلمه ليكم، اتفضلوا. والله توفيق، يعني انت من المراسلين اللي بيخلونا ما عندناش حاجه نضيفها، لان انت بتعمل تغطيه يعني حقيقي كامله. لكن مره تانية احنا سعداء ان انت رجعت لنا مره تانية، ووجودك في 10 الصبح في الاهلي كمان بيضيف كتير، فنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير كمان. شكرا ليك. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده الشروق، ومتواجده هناك زميله العزيزه مريم سميح اللي هتعرفنا بقى على اخر الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، بصبح عليك اكيد يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل صاله تحرير جريده الشروق، والبدايه ايضا من جريده الشروق مواجهه خارج التوقعات بين اتلتيكو ومانشستر يونايتد، وبنفيكا يستضيف اياكس. طبعا تختتم اليوم منافسات لذهاب ثمن النهائي دوري ابطال اوروبا، مواجهتين غايه في القوه حسب ما وصفهم التقرير. الاولى طبعا بين اتلتيكو مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي في تمام العاشرة مساء، وتجمع المباراة الثانية أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي في العاشرة مساء. في المباراة الأولى طبعا بيتسلح أتلتيكو مدريد بعملي أكيد الأرض وأيضا الجمهور لمواجهة مانشستر في البطولة بعد خسارته في دور المجموعات أمام ليفربول ذهابا وإيابا. تشهد المباراة أيضا عودة رونالدو إلى مدريد مجددا، ولكن هذه المرة بقميص طبعا مانشستر يونايتد، وسجل كريستيانو 25 هدف في شباك أتلتيكو مدريد. وفي المباراة الثانية يستقبل بنفيكا الذي يخوض ثمن النهائي لأول مرة منذ 5 سنوات أياكس أمستردام الذي يتألق في دور المجموعات. ومن بوابة أخبار اليوم، محمد صلاح يبحث تعزيز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي أمام ليدز. يبحث النجم المصري طبعا محمد صلاح لاعب ليفربول تعزيز صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال مواجهة ليدز يونايتد مساء اليوم الأربعاء، ويستضيف نادي ليفربول نظيره ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء والمؤجلة من منافسات الجولة ال 19 من الدوري الإنجليزي. يتصدر طبعا محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ب 17 هدف، وعاد لتسجيل مرة أخرى بعد غيابه عن التهديف، ده طبعا بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان آخر هدف سجله محمد صلاح كان يوم 2 يناير الماضي، طبعا كان في مرمى تشيلسي، إلا أنه واصل تصدر قائمة الهدافين بفارق كبير عن أقرب منافسيه ديوغو جوتا ب 12 هدف. ومن اليوم السابع تاريخ المواجهات ينحاز لليفربول ضد ليدز يونايتد قبل موقعة الدوري الإنجليزي. ينحاز تاريخ المواجهات لنادي ليفربول ضد ليدز يونايتد، ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي التقى ليفربول ضد ليدز يونايتد في 27 مباراة، نجح خلالها الريدز في الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة أمام منافسه في 6 مباريات فقط. واستطاع ليفربول في تسجيل 56 هدف في مرمى ليدز يونايتد بينهم ضربتي جزاء، بينما سجل المنافس هو الآخر 27 فقط، واستطاع ليفربول في الحفاظ على سجلاته نظيفة في 11 مباراة مقابل 4 لليدز يونايتد، فيما يعني وصل لاعبه الأول على 30 انذار أو حصل على 30 انذار، بينما الأخير تلقى 40، وكانت آخر مباراة بين الفريقين يوم الأحد 12 سبتمبر الماضي، ونجح ليفربول في الفوز بثلاثية نظيفة في هذه المباراة، ونجح وقتها طبعا محمد صلاح في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 20 من عمر المباراة. أخيرا من روسيا اليوم، رقم مميز لزياش أمام ليل في دوري الأبطال.
ساهم المغربي طبعا حكيم زياش في فوز فريق تشيلسي على ضيفه لال نتيجه 2-0 مساء امس الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب الدور ثمن النهائي في مسابقه دوري ابطال اوروبا لكره القدم. ووضع زياش هدف فريقه الاول او صنع زياش هدف فريقه الاول في المباراه، وساهم زياش ايضا في تسجيل 17 هدف في اخر 22 مباراه خاضها اساسي بدوري الابطال بواقع 8 اهداف و9 تمريرات حاسمه، بما فيها 5 اهداف في اول 8 مباريات خاضها اساسي مع تشيلسي في المسابقه بواقع 3 اهداف وتمريرتين حاسمتين. وبهذا الفوز اقترب تشيلسي كثيرا من التاهل لربع نهائي البطوله بانتظار حسم المباراه الاياب في فرنسا في يوم 16 من مارس المقبل. دي كانت كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده وابرز العناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل صاله تحرير جريده الشروق. بشكركم جدا، كلمة ليكم مره اخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه المتميزه. شكرا من المراسلين المراسلات بقى المتميزات عندنا صحيح. فعلا برضو مريم سميح شاطره جدا. طيب احنا كده الفقره الاولى انتهت صح كده، هنروح فاصل سريع جدا بس لسه فقراتنا الحواريه هتبدا بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي. وطبعا الاهلي يعني امبارح عمل جيم ولا اجمل ولا اروع. شفنا امبارح طبعا ان الاهلي تاكد بقى او تاكدت عودته مره ثانيه للمسابقه المفضله عنده وعند جماهيره بعد طبعا ما حقق انتصار كبير على مصر المقصه باربع اهداف مقابل لا شيء. وطبعا كالعاده الصفحه اتقلبت اكيد استعدادا بقى للقاء الاهلي امام سان داونز ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. الحقيقه عندنا كلام كتير نتكلم فيه على الصعيدين دول وده اللي هيحصل ان شاء الله. حضراتكم بس مشكورين كده تابعوا حلقتنا او فقرتنا دي اللي منورنا من خلالها كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير يا كابتن. وغيبه يعني مش ظاهر كتير ولا عندنا حتى، ده ليه بقى؟ شويه كده بس عشان احنا الشغل بتاعنا مع البراعم في مدينه نصر وكده فالامور بتبقى صعبه شويه يعني. بس يعني البراعم والناشئين شغل محترم جدا، مصنع زي ما بيتقال دايما كل فتره بيخرج لنا نجوم بتظهر بشكل كبير جدا في النادي الاهلي سواء الاجيال اللي فاتت او طبعا الاجيال اللي هتبقى قادمه باذن الله. بقول لحضرتك حاجه، يعني دايما المقوله اللي هي الشهيره لا خوف على الاهلي، فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا مجموعه مميزه جدا 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 من الناشئين. يعني في مجموعه خدت فرص زياد طارق برضو بالظبط. لا في مجموعه خدت فرص مع الفريق الاول كويس. وفي مجموعه مع سفره الفرق التشيك طبعا. الاعراض دي اللي بيخرجها النادي الاهلي ما شاء الله هو كتير جدا. المصنع ده على حد تعبير نهاوند او خط الانتاج للابطال المستقبليين، دي طول عمرها سمه غالبه بالزبط. في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عايزين يعني في البدايه قبل بقى ما نروح لماتش امبارح والملف الافريقي، بس عشان ناكد النقطه اللي كنا بنتكلم فيها احنا الاثنين انا ونهاوند في اول حلقه النهارده، اهميه الاعارات، فكره ان انت يبقى عندك خط الانتاج ده اللي حضراتكم طبعا بمنتهى الكفاءه متولين مسؤوليته بيخرج لعيبه زي الفل، ولكن في كتير من الاحيان ما بتكونش عندهم فرصه كبيره ان هم يشاركوا في الفريق الاول نظرا لوجود يعني كتيبه كامله على اتم الاستعداد. فده احسن تصرف تجاههم بتهيألي، فكره ان هم يطلعوا ينضجوا ويستووا بره ويجوا لنا نقطف بقى الثمار بتاعتهم بجهاز التعبير. يعني بقول لحضرتك يعني تكمله لكلام حضرتك واستاذ نهوان طبعا، ان الفكره دلوقتي او الطريق اللي هو واخده مجلس اداره طبعا انت عارف ان حضرتك النادي الاهلي ما بيشتغلش بحاجه عشوائيه. مجلس اداره طبعا بتخطيط بحاجات كتيره جدا. فكره الاعراض دلوقتي بالنسبه للعيبه اللي موجوده، لان ما شاء الله النادي الاهلي في لعيبه كتيره موهوبين ولعيبه كتيره كويسه جدا، وطبعا في عرف كوره مش كل الناس ديت هتقدر ان هي تاخد فرص في الفريق الاول طبعا. فنتائج الاعراض ديت احنا بنشوف دلوقتي مثلا محمد عبد المنعم، عبد القادر، كان قبلها اكرم توفيق، يعني في لعيبه كتيره جدا خرجت اعراض ورجعت تاني النادي الاهلي زي ما بيقولوا بلغه الكوره استوت بره، خدت سنه او سنتين بقت متمرسه في على البطوله بتاعت الدوري العام والكلام ده كله وبيرجع لك تاني للنادي الاهلي. ففكره ان انت تطلع الاعراض ديت للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لان الكم كبير ما شاء الله ما شاء الله، يعني لعيبه كتيره ولعيبه كتيره مميزه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهات لي فرقه دلوقتي مثلا في الدوري الممتاز كله ما فيهاش لعيبه من النادي الاهلي، سواء كانت اعاره او سواء كانت صحيح. مثلا ما كانش ليها نصيب ان هي تكمل في النادي الاهلي والكلام ده كله. فالفكره دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان المجلس اداره والقطاع الناشئين طبعا كمستر مايكل بروكيتش وكابتن خالد بيبو
مع مجلس إدارة طبعا، وكابتن حسام طبعا متولي كمان الملف دوت بشكل كويس مع شركة الكورة. أول ما كمان تستلم هتبقى الأمور هتتحسن أكتر وأكتر بأمر الله طبعا. فإحنا شايفين إن أو الناس شايفة أو اللي متابع النادي الأهلي كويس شايف إن في الخط دوت ماشي في اتجاه سليم كده. بالظبط بالظبط. حلو جدا. بص يعني كابتن حسين، احنا عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، بس بما ان احنا اتكلمنا عن اللعيبه وبديناها بهذا الشكل، يعني خليني اروح بقى ليه هنا ماتش امبارح والتميز اللي كان عند مكسيوني بصراحه، والمقارنه اللي كانت ما بينه وما بين فلافيو، والمقارنه ما بين الحاله بتاعت فلافيو زمان مع الاهلي وحاليا مكسيوني او اي لاعب اخر، والضغوط مع ظهور السوشيال ميديا اللي بتاثر بشكل برضو سلبي كبير جدا على النقد وتقييم اللعيبه سواء بقى بالايجاب او بالسلب. يعني فبتشوف ايام فلافيو ليه كان الجماهير وقتها صابره رغم ان كان عندهم برضو غضب، بس ما كانش حد بيقول لك ماشي، ما كانش حد بيقول لك اختيار غير موفق، كانت الناس بتقول عايزينه يؤدي. دلوقتي مع مكسيوني او مع اي حد اخر، وطبعا رد على كل اللي اتقال، انا دايما بحب الرد على الارض، يعني انا مهما الناس تقول انا دايما مع هذا المبدا، رد على الارض ما تردش تقعد تبرر. فمكسيوني عمل ده بالامس، واي لاعب تاني برضو تم انتقاده في الفتره الاخيره هو بيرد على الارض طالما بينتمي الى النادي الاهلي. بتشوف ده ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، الناس اللي هم المتخصصين او اللي هم عارفين او الناس اللي متابعين النادي الاهلي كويس، هنيجي من اول فلافيو. لو حد من الناس المتخصصه او حد تابع فلافيو اول ما جه، هو قعد فتره طويله جدا فعلا لحد ما جاب الهدف بتاع المحل ده، بس فلافيو اول ما جه كان من احسن الفراوده اللي بتتحرك انا شفتها في، يمكن مش عايز اقول في تاريخ النادي الاهلي، بس من اللعيبه اللي كانت بتتحرك بشكل مميز جدا جدا جدا. ما هو مش شرط ان انا ممكن اجي ان انا العب اول ما اجي، مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، عشان يعني الناس ما تبقاش بس الامور تفتكر ان هي سهله. صعب جدا ان انت تيجي تلعب، وبعدين التوقيت دوت كان اللعيبه اللي في النادي الاهلي كانوا زي ما بنقول يعني ما شاء الله كل واحد فيهم تقالات يعني. فعشان تخش وتلعب وتحرز اهداف، اولا الاهداف والكلام ده كله مع السعي والكلام ده كله ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ان انت تبقى موفق ان انت تجيب جون او ما تجيبش جون، دي بتاعت ربنا. انما العامل الاساسي بقى او الشكل الخططي ان انت بتتحرك ازاي وبتساعد الفرقه ازاي، ما هو انا ممكن اكون فيرود ما بجيبش جون، بس بعرف اوسع كويس جدا لناس تانية بطريقه معينه ان هي تقدر ان هي تحرز اهداف. صحيح. فهو انا كنت بشوف فلافيو من احسن الناس اللي كانت بتتحرك على حدود ال 18 كفيرود كراس حرب يعني. لما بدات العمليه بعد كده هو بقى تمشي معاه بالاهداف، شفنا الشكل اللي هو المميز. بس الناس لما بصت على ايه؟ بصت ان هو ما بيحرسش اهداف. انا ما بصيتش على تحركات فلافيو او ان هو كان بيساعد التحركات دي الفرقه بتاعته انها تقدر تجيب اجوان ازاي، او تساعد النادي الاهلي انه يبقى شكل كويس ازاي، او الشق الهجومي او الجزء الهجومي بيبقى مميز ازاي وفي كثافه عامله ازاي. ما حدش بياخد باله من الكلام ده كله. احنا بناخد العنوان، انما جوه داخل العنوان ايه مش كتير اللي بيقدروا ان هم يبصوا على الكلام ده كله. حصل مع ميكسوني كمان بالظبط، لما جه هو واضح ان هو لاعب مهاري بشكل كبير جدا، يعني المهاره عنده كويسه جدا. عشان يخش جوه النادي الاهلي او الفرقه بتاعت النادي الاهلي او المنظومه بتاعت النادي الاهلي، لسه برضه لازم ياخد وقت شويه او يلعب اكتر من كده او الكلام ده كله. انما هو كخامه، لا خامه مميزه جدا، لاعب مهاري جدا. سهام النقد اللي نهاوند كانت بتسال حضرتك فيها دي، اللي هي طالت ميكسيوني ومن المنطلق ده عملنا المقارنه بينه وبين فلافيو، نفس سهام النقد، وده شيء غريب الى حد كبير. ما اعرفش حضرتك حد برضه هتبقى مندهش زينا ولا لا، طالت بيتسو موسيماني شخصيا برغم الانجازات الكبيره اللي هو حققها مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واللي اكيد توجت او انتهت في الجزء الاخير منها ببرونزيه العالم للمره الثانيه على التوالي. فهل ده كلام منطقي؟ استاذ كريم حضرتك في حاجات يعني زي ما بنقول كده يعني ممكن العقل يستوعبها، وفي حاجات بتبقى يعني ومعظم الحاجات ديت ما بتبقاش من جماهير النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول، مش عايز اقول مثلا ايه، انها بتبقى موجهه للنادي الاهلي، واخد بحضرتك ازاي؟ وفي توقيتات معينه بالظبط كده. اصل مش ممكن يعني انا واحد راجل عاقل او مثلا بفكر او اعدي الكلام على دماغي ان اشوف مثلا ان الانجازات اللي بيعملها مثلا مستر موسيماني دي كلها، واخد بقى حضرتك، اقول ان هو مدرب يمشي فاشل. طب انت هتجيب مين يعني؟ او يعني هو ايه درجه الفشل؟ طيب يعني لو اتناقشنا معاه حتى، وايه مقاييس النجاح لو كل ده انت مش مصنفه نجاح؟ بالظبط كده. لما انت واحد بيجيب لي البطولات دي كلها وبالاداء ده كله وبالشكل ده كله، ما شاء الله النادي الاهلي فيه، مش عايز اقول يعني تاتش وود، يعني ان اكتر من فرقتين او ثلاثه
عندنا بدأ في المركز دلوقتي لاعب واثنين وثلاثة على مستوى عالي جدا، زائد ان احنا كنا بنتكلم من شوية على اللعيبة اللي كمان بتطلع اعارات، فما شاء الله النادي الاهلي عمران باللعيبة المميزة، وفي نفس الوقت انت بتحقق كمان البطولات، فده حاجة يعني. وبعدين معلش، مين مع احترامي لكل الفرق دلوقتي، مين بيلعب كاس عالم أندية، ومين بياخد بطولتين افريقيا متتالي، ومين بياخد برونزيتين متتالي، يعني يعني الحاجات دي كلها يا جماعة مش بالسهل. اللي يعرف المهنه بتاعت الكوره او الشغل بتاع الكوره، الحاجات دي ما بتجيش اعتباطا او بتيجي محض صدفه او الكلام ده كله، لا ده في تخطيط من مجلس اداره، من نادي، من مدربين، من جهاز، من لعيبه. اقول لحضرتك حاجه، موضوع كبير يعني. والله الواحد مش مفروض يلتفت لاراء، لان ما يعني الاختلاف موجود على الكل، ما فيش شخص كان موجود لو هنتكلم على كره القدم تحديدا كرئيس نادي، كمدير فني، كلاعب، ما كانش تم انتقاده. فيعني مش هترضي كل الاهواء، وفي نفس الوقت حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه، مش كل الانتقادات جايه من عندنا، ويبقى ليها استراتيجيه معينه، ويبقى ناس مطلعه كلام علشان تهد في توقيت معين. فالحاجات دي يمكن خلاص عدت على النادي الاهلي كتير جدا، ف يعني مش مفروض اصلا حتى نلتفت ليها. يعني يا استاذه ان ممكن ان انا انتقد، ما فيش حد فوق الانتقاد، بس لما انتقد انتقد بموضوعيه. يعني انا ده اللي أقول هو مثلاً احنا بقى بالظبط، يعني انا لما اقول مثلا ان الراجل المدرب دوت مثلا احنا مش عايزينه، طب ايه الاسباب؟ 1 2 3 4. انما ما يبقاش واحد بيحقق كل، يعني مثلا مش عايز اقول 80 90% من الـ من الـ من الـ من البطولات اللي هو بيشارك فيها، واقول ان انا ماشيه. طب يعني العقل ما يقولش كده. اه بالظبط، دي عقل بالظبط. طب انت عايز ايه؟ صعبه الامور، صعبه يعني. اه طب خلينا نعدي بقى النقطه دي وندخل بقى على الاداء الجماعي اللي شفناه امبارح في الفريق، والتمريرات العرضيه الحلوه، والسيروهات اللذيذه بتاعت قفشه، والاستحواذ والسيطره والهيمنه. على ذكر زياد طارق، طبعا كنا بنتكلم عنه من شويه، طبعا يعني هو اللي احرز الهدف الرابع امبارح. هل الهدف ده، وده اول اهدافه على الاطلاق مع الفريق، فإلى أي درجة ده ممكن يديله دفعة وثقة ويخلينا نشوف منه أداء أحلى وأحلى كمان الفترة الجاية؟ بتبقى حاجة كويسة جدا للاعب الناشئ في بداية حياته، إنه لما يبدأ بحاجة كويسة، إنه يبدأ بهدف أو يبدأ بمباراة كويسة. هو كمان إدانا مؤشر كويس في البطولة اللي هي اللي فاتت بتاعة كأس الرابطة، أدى بشكل كويس وكان أداؤه كويس، وكان من اللعيبة المميزين مع اللعيبة اللي خدت فرص في الكأس بتاعة الرابطة، وكان هو يمكن من اهم الناس اللي كانت او من ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده. يعني في كتير منهم كانوا مميزين وكده، بس زياد يعني ما شاء الله عليه، الحس التهديفي بتاعه كويس، التحركات بتاعته من غير كوره كويسه جدا، دخل جوه المنظومه بسرعه. مش عايزين نقول ان هو مثلا لسه لعيب صغير او الكلام ده كله، لا ما شاء الله عليه. هو في لعيبه تانية برده، مش عايز اذكر اسماء، لان في لعيبه تانية برده من المجموعه اللي صعدت فوق، لعيبه برده مميزه جدا. فبتبقى حاجه كويسه نفسيا للاعب لما بيبدا ان هو بيبدا مرحله من الناشئين ويطلع الدرجه الاولى، وتبقى مرحله مميزه اللي هو، وبتساعدكم مفيش شك ان ده شغلكم بقى، شغل ايديكم زي ما بتقول. هقول لحضرتك حاجه، اسعد حد في الدنيا، لان معلش السبوت ما بيبقاش كله على الشغل بتاع الناشئين والبراعم والكلام ده كله. فانت اسعد حاجه ليك انت كمدرب مثلا في المراحل اللي هي السنيه الصغيره ديت، لما بتبقى انت زي ما بنقول ربيت زرعه كويسه. أيوة. بس الثمار بتاعتها ما بتبقاش وقتي، بعد مثلا بتطرح بعدين، بعد فتره طويله. اه بيقول اه والله ده فلان ده اللي كان هو اللي دخلني النادي الاهلي. أيوة. ده فلان ده هو اللي علمني كذا، ده فلان ده هو. فدي بتبقى يعني الثمره بقى بتاعه اللي هو مثلا، طبعا المدرب اللي كان مسؤول عن 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 زياد، عن 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 اي حد من الاولاد اللي كانوا موجودين. دي اسعد حاجه للمدربين اللي هم بتوع قطاع الناشئين والبراعم، ان لما بيطلع ولد في الاخر خالص بيبقى مميز في في الفريق الاول. فدي اسعد حاجه طبعا بالنسبه لنا احنا كمدربين ناشئين او براعم، بتبقى جميله جدا يعني. كابتن حسين، تعالى نروح شويه ملف افريقيا. البعض قال لك، او من الحاجات يعني اللي تداولت، قال لك انت دلوقتي التعادل السلبي مع الهلال السوداني ليه تاثير مش احسن حاجه مع بعد كده مباراه سان داونز. بعض الاخر بيقول لك لا، عايز التعادل ده مش مقياس، وانت داخل بعد كده على المباراه مهمه جدا سان داونز، فادي فيها الافضل، فما فيش اي مشكله. يعني اراء كده واراء كده، بتميل حضرتك لاني اكتر؟ انا مع الاستراتيجيه بتاعت النادي الاهلي، ودي من فتره طويله جدا. لو رجعنا الناس اللي هي يعني مركزه او مهتمه بالشان الرياضي مع النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي من ايام مستر مانويل جوزيه، واحنا عرفنا ازاي ان احنا لما نروح
بره ملعبنا في افريقيا ازاي ان احنا بنقدر نحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او بالتعادل. فدي استراتيجيه النادي الاهلي ماشي بيها، بيقدر ان هو اهم حاجه في دوري المجموعات ايه دلوقتي؟ ان انت تحصل نقط علشان ان انت ان انت توصل الاول او ثاني. وطبعا النادي الاهلي دايما زي ما احنا عارفين بيفضل المركز الاول في المجموعه عشان تقدر ان انت بعد كده هو تاخد فرقه مثلا من المجموعه الثانيه في دور ال 16 او دور الثمانيه والكلام ده كله، تبقى الامور بالنسبه لك سهله. فانت ازاي تجمع نقط وازاي ان انت من الفرق اللي هي في افريقيا بالجو بالاقامه بالاعاشه بالمشاكل الكتيره اللي الناس اللي راحت افريقيا ولعبت في افريقيا ديت، الصعوبات دي كلها مش سهله يا جماعه ان انت تروح افريقيا وان انت تكسب يعني ايا كان السودان او سان داونز او اي الموضوع بيبقى شاق جدا. فان انت تحقق نتيجه ايجابيه من بره وتقدر ان انت تحقق الفوز هنا في ملعبك وتحقق في الاخر خالص الهدف بتاعك اللي انت عايزه ان انت تبقى اول المجموعه، ده ذكاء. يعني انا ممكن اكسب بره ماشي، طب وخسرت بعد كده في ملعبي، طب ما اكسب كله ليه اخسر لو عندي الاوبشن ان انا اكسب؟ هقول لحضرتك زي ما احنا بنقول من شويه ان انا طالما قدرت في الظروف بتاعه افريقيا ان انا اطلع بنتيجه ايجابيه دي حاجه كويسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني مثلا السودان احنا كنا مثلا ماتش الهلال الناس بتقول الهلال والكلام ده كله، احنا راجعين منين؟ احنا جايين من كاس عالم اذا هي باكج وعندنا لعيبه وعندنا لعيب بالظبط كده، وعندنا لعيبه كانت في الكاميرون اللي هم الدوليين على كاس عالم للانديه على سفريه السودان في درجه حراره الظروف المحيطه كده. لو الظروف افضل من كده ممكن اقول لحضرتك ممكن تبقى الانتقاد ده مثلا احنا اقوى مثلا من مع احترامنا الكامل للفريق الهلال احنا ممكن نحقق نتيجه وكان ممكن يعني كره قفشه دي لو جت جون. خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا ببقيه التفاصيل. اتفضل حديثنا مستمر وده كان اخر فاصل في الفقره دي مع كابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق. يا كابتن حسين طب ما تيجي كده بدل ما نخش في التفاصيل المقرره نعمل مقارنه شويه ما بين جيل حضرتك والجيل الحالي والصعوبات اللي كنا انا وكريم بنناقشك فيها من قبل الفاصل يعني من شويه. فكره هنا دايما الكلام على ان انا مضغوط، طبعا النادي الاهلي اللي بيواجهه ما فيش نادي واتحدى ونتحدى كلنا يعني نادي بيواجه كل هذه الظروف والضغوطات والاجواء الغير تماما يعني سليمه المفروضه علينا للاسف الشديد واحنا بنتقبلها مع يعني هنعمل ايه. وبين برضو فترات الضغوطات اللي كانت على ايامكم على جيلكم ازاي كان هناك بيتم التصرف وازاي دلوقتي يعني خلينا نعيش شويه نوستالجيا برضو معاك كابتن حسين. يعني هنقول كل ما الوقت بيعدي يعني الظروف دلوقتي في السفريات والكلام ده كله ممكن تكون افضل مننا احنا شويه. اوكي. يعني انت دلوقتي ممكن الفرقه ممكن موضوع طياره خاصه دي بقى سهل شويه. طيب يبقى دي حاجه لصالح الجيل الحالي. بالظبط. ايه تاني بقى؟ المستشفى موضوع افضل شويه، درجات الاستشفى والعلم دلوقتي افضل. بالظبط. التغذيه الكلام ده كله عن ايامنا احنا كان افضل. اكيد الرواتب مفيش مقارنه. الملاعب. النقطه دي بتهم كريم قوي. يعني خالص يعني كده برضه يعني خلي دي اخر حاجه. لا خلي دي اخر حاجه. ما تقللش. لا ما شاء الله هقول لحضرتك حاجه برضه موضوع المرتبات والكلام ده كله. معلش برضو ما الناس دي تستاهل يعني انت كام واحد في مصر مميز او هو بيحرم نفسه وهو شاب يعني هو جيلكم اللي ما كانش كويس يا كابتن حسين. لا يعني احنا جيلنا برضو كنا كويسين وكل حاجه بس كانت الظروف على 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 القد اللي احنا فيه يعني واخد بحضرتك ازاي. مش هنقول مبالغ ما كانتش بالملايين او بالشكل دوت او الكلام ده كله الحمد لله رب العالمين بس كانت الامور برضو مش يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه يعني ال 200,000 جنيه مثلا زمان كانوا ممكن يجيبوا مثلا شقه قصر لا مش للدرجه دي يعني ممكن يجيبوا عربيه. دلوقتي انت عشان تجيب عربيه كويسه ده بيبقى المقدم بس بتبقى الامور صعبه بالظبط كده. فدلوقتي مش عايز اقول الرفاهيه الظروف احسن ليهم في الانتقالات في الكلام ده كله في الماده في كل ده كويس. احنا على ايامنا الامور كانت صعبه شويه حتى الملاعب طب ما هي دي نقطة على فكرة ما تخدمش اللي احنا بنقوله دلوقتي. يعني لو جينا اتكلمنا دلوقتي وقال انا لا اتحدث عن النادي الاهلي انا اتحدث في العموم. دلوقتي ما تيجي تتكلم دايما بيتم الربط او الحديث عن ارضية الملاعب، الجو، الجماهير، الضغوطات، الغيابات، كل دي عوامل اكيد 100% مؤثرة ولكن برضو اعتقد الاجيال القديمة كانت بتواجه زي كده من ضغوطات ومشاكل بس ما كانش بنلاقيه مؤثر بشكل كبير على الارض على السكور
على الاداء. ف الضغوطات، الضغوطات هقول لحضرتك حاجه، الضغوطات في الكوره واحده يعني، سواء كانت قديمه او دلوقتي او الكلام ده كله. الضغوطات ضغوطات مش واحده قوي دلوقتي، نظرا لوجود السوشيال ميديا اللي من شانها ان هي تكبر حاجه ما تستاهلش او العكس. لا احنا بنتكلم على الضغوطات عامه، لا الضغوطات عامه بشكل عام، بشكل عام طبعا بنسب والكلام ده كله. يعني عايز اقول لك ان زمانكم في النقطه دي كان اروق اكيد من دلوقتي. لا ما كانش طبعا عندك صحافه رياضيه بشكل عام. لا بالظبط ما كانتش بالشكل ده. انما المقارنه بين جيل مثلا يعني عشان نقول مثلا 20 سنه او 25 سنه والكلام ده كله، انا في الحته دي ما بحبهاش او ما بفضلهاش، لان الجيل اللي احنا كنا فيه او الجيل اللي هو كان موجود غير الجيل اللي موجود دلوقتي. واخد بال حضرتك ازاي؟ تأخير بمعنى هقول لحضرتك حاجه، في الـ في الـ في الـ في الجوده بتاعت اللعيبه نفسها، في الملاعب نفسها، في يعني زمان افضل. ممكن لا مش زمان افضل، انا ممكن اقول زمان افضل في المهاره للعيب. انما بعد كده عنصر القوه والسرعه والعلم والكلام ده كله دلوقتي لصالح الجيل، لصالح الملاعب، لصالح الجيل. يعني انت لما بتقعد تتفرج على ماتش من ماتشاتك اللي انت شخصيا كنت بتشارك فيها او اي ماتش في المرحله دي بتستمتع بيه اكتر وبالمهارات اللي بتستمتع؟ لا ما بنفسي ابدا، انا عمري ما اتفرجت على نفسي انا صعب الامور دي بالنسبه لي يعني دايما. طب لو ماتش تاني، بس انا بتكلم على الفتره اللي كنت حضرتك بتلعب فيها، كانت كرة القدم ممتعة أكتر ولا دلوقتي بقت أكتر ممتعة؟ المهارات الفنية كانت أفضل. الفنية. إنما الخططي والتكتيكي والكلام ده كله دلوقتي بقت الأمور صعبة شوية. إنما حتة الإبداع بتاع اللعيبة المهارية لو هنرجع بس ورا شوية يعني كانت أكتر. كويس. يعني اللعيبة المهارية زمان كنت ممكن تلاقيها عددها في الفرقة كبير. تمام. إنما دلوقتي ممكن تلاقيها يعني ممكن حتى ندي امثال، بس مش عايز ادي امثال عشان محدش بس يفهمني. لا بس غلط. النقطه حضرتك احنا لما بنتكلم مثلا نقول مثلا مجدي قفشه كعنصر في وسط اللعيبه اللي موجوده تحس بحاجه حلوه. صح حضرتك زي مش معنى كده ان اللعيبه اللي جنبه لا احنا بندي مثلا بس صغير. انما على شكله مثلا كابتن مجدي قفشه زمان كنت ممكن تلاقي مثلا في الملعب 3-4 كمان. يعني ممكن تلاقي مثلا زي وليد مثلا صلاح الدين، ابو تريكه، بركات، يعني اللعيبه المهاريه اللي هي اللي عندها اللمسه الجماليه والكلام ده كله كان ممكن العدد يبقى اكبر. مش معنى كده برضو ان احنا بنقلل، لان برضو عشان الناس برضو تبقى فاهمه، كل لعيب في الملعب ليه مركزه معين. اصلا مش محتاج مثلا من سيرد باك ان هو يبقى حريف بحضرتك ازاي، او باك رايت مثلا ان هو يبقى يعني بيرقص. لا يعني كل مركز انا محتاج مثلا الناس بتاعت نص الملعب، زي ما في ناس بتعرف تباصي او ناس مهاريه او الكلام ده كله، محتاج عنصر قوه، عنصر سرعه، ناس تعرف تقطع الكوره. فكل مركز في الملعب ليه مواصفاته المعينه، ده اللي بيعمل لك باكج فرقه متكامله. ولا تنفع الفرقه كلها تبقى حريفه كلها، ولا تنفع الفرقه كلها تبقى ضريبه. ايوه بالظبط، فلازم الميكس ده يبقى موجود. يعني على كل حال برضو الخبر اللي ممكن نختم بيه ان هيكون في مفروض حسب معلومات يعني سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه سمح بوجود 60,000 مشجع، فاعتقد دي برضو بتفرق جدا. انتوا ايامكم برضو كان عندكم ميزه ان المشجعين موجودين. الجمهور موجود، ده في حد ذاته دفعه قويه جدا، بيدي يعني قوه، بيدي اصرار في الملعب. لا ليه تاثيره، هو ده طبعا خبر كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بامر الله وان احنا نقدر يعني بنسبه كبيره ان احنا نتخطى موضوع السنغال في المباراه اللي هنا، هيبقى عليها شق كبير ان هو يريحنا هناك ان شاء الله بامر الله. والجيل اللي موجود زي ما حضرتك بتقولي دوت، انا مش عارف انت منحازه للقديم ولا للجديد، بس لا انا منحازه للاجيال كلها. بس هم هقول لحضرتك حاجه، هم محظوظين جدا، محظوظين جدا ان هم فتره طويله جدا بيلعبوا من غير جمهور. الجمهور في الملعب ليه تاثير طبعاً على اللعيبه بشكل ضغوطات. ربنا يا كابتن حسين ربنا ينسينا نقعد معاك وقت اطول من كده، بس للاسف احنا انا اللي بتشرف دايما ان ابقى موجود مع حضرتك. كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله يا رب مع الاهلي فيما هو قادم ان شاء الله. على كل حال احنا هنروح فاصل، هنطلع فاصل وترجعوا بقى حضراتكم تلاقوا نهاود ان شاء الله فاتحه موضوع في منتهى الاهميه مع الدكتوره دينا عبد السعود، وان شاء الله تكون فقره مفيده جدا لكل حضراتكم. هنطلع فاصل ثم عوده، اتفضلوا. بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة كده إن إحنا بنسمع مصطلح دايما مضادات الأكسدة، بس إحنا مش فاهمين يعني إيه أصلا، ولو حصل أكسدة في الجسم إيه اللي ممكن يعني يحصل لنا، وإزاي أصلا ممكن إن إحنا نحمي نفسنا أو نستخدم هنا مضادات للأكسدة عشان نحافظ على صحتنا. ولحضراتكم برضو فاكرين في حلقة سابقة اتكلمنا مع دكتور دينا تحديدا عن هذا المصطلح، لكن النهاردة هنتكلم باستفاضة. خلينا نرحب بدكتور دينا أو السعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال.
صح كده؟ ليه بتلخبط مع ان بقالنا سنتين بنقول عليها؟ انا نفسي ساعه بقول باي ناتشرال، هي مفيش اس في الاخر. ايوه صباح الفل. صباح القمر يا حبيبتي. موضوع مهم جدا، وانا فاكره الاسبوع اللي فات اتكلمنا عنه وقلنا مضادات الاكسده والاكسده في الجسم، بس خلينا نفكر يعني برضو المتابعين يعني ايه اصلا اكسده ونتيجتها ايه، وبعدين الستيب اللي بعدها ازاي اخد بقى او احمي جسمي بمضادات اكسده. الأكسدة مصطلح كتير جدا مش فاهمين يعني ايه أكسدة، وبيسمعوا الأكسدة بس مش فاهمين يعني ايه أكسدة الجسم. ان الجسم لما بيتعرض للأكسدة بينتج من الأكسدة حاجة اسمها خلايا شردة او free radicals او خلايا حره بتمشي ملهاش مستقبلات، بتمشي تروح تدمر لي الخلايا بتاعتي. بتمشي في الجسم كده بلا هدف. ايوه بلا هدف. وهذا هي ليها هدف انها تدمر الخلايا بتاعتي. ده هدفها. طيب في مشكله بقى ان احنا كلنا بنتعرض للاكسده من غير ما نحس. يعني مثلا لو بناكل اكل فيه زيوت الصفرة المهدرجه او الزيوت المؤذيه، المقالي والحاجات دي كلها بتاكسد لي. دايرتها على المقالي اللي في البيت، محلات بقى الشوارع والفول والطعميه والريستورانت اللي ما بتعرفش اصل الزيت صح من يعني صح. ومش بس كده، احنا كلنا بناكل اكل للاسف فيه مواد حافظه. يعني اي حاجه معلبه حافظه اكيد فيها مواد حافظه، فبرضه بنتعرض للاكسده. نقف في الشمس، طبعا الشمس مهمه جدا عشان فيتامين د، لكن من نقعد في الشمس من غير ما ناخد مكمل غذائي في مضادات اكسده او من غير ما نحط الواقي الشمس بالساعات، ده بيأكسد. عندك التقدم في السن بيأكسد، عندك التدخين البشراها. وصعب ان يعني خلينا برضه زي ما قلتي قبل كده متفقين، صعب اقول بطل تدخين، ما حدش هيبطل تدخين. اكيد مش هيقول لك حاضر هبطل تدخين يعني. صعبه بالظبط. فكل الحاجات دي والتدخين بيأكسد. قله النوم لان بالليل النوم العميق ده بيعمل لي حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن، والجسم بيتنظف من السموم والمناعه بتزيد اكتر، وانت نايمه بننتج كرات دم بيضاء اكتر. طب المياه الغازيه، الكحوليات، الحاجات دي كلها، الكحوليات برضو الافراط فيها، المياه الغازيه الافراط فيها هيحصل حاجه مش كويسه، ان شويه المياه الغازيه بتمتص المعادن والفيتامينات اللي بناكلها من الاكل الصحي. فكفايه واحده في اليوم او بلاش واحده. انا اصلا بطلت مياه غازيه، بس انا بقول الناس اللي بتحبها ما تكترش فيها. وزي مثلا يقول لك ايه، الكافيين بيخليني اركز قوي، فبتلاقي مثلا كل يوم خمسه سته بيغرق نفسه قهوه. لا ده مش صحي، لان بيحصل له اكسس للكافيين. الكافيين الزياده عن اللزوم بيعلي لي ضربات القلب وبيعمل لي مشاكل كتيره جدا. فلازم خلاص، يبقى احنا كده جسمنا بيتاكسد. انا بحب اكل مقليات، انا عايزه حاجه مضاده للاكسده، انا بحب ادخن، عايزه حاجه مضادات اكسده، انا ستريس 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 وطول الوقت في ستريس، وده بيأكسد وصعب ان انا اعمل كنترول على الستريس. طب ايه يا دينا بقى، يا دكتوره دينا هنعمل ايه؟ ايه الحل بقى؟ ايوه ارشدينا. ايوه طبعا هتكلم معاكي على مكمل غذائي اللي احنا شايفينه على الشاشه، ألب مالتي فيت. هو المكمل السحري بصراحه. يعني بجد بالافاده والحاجات يعني الاستفادات الكتيره اللي بتقوليها، لا هو فعلا هو يعني حلو جدا ومليان انتي اوكسيدنتس، مهم جدا ان احنا ناخده يوميا عشان نمنع الاكسده اللي بتحصل لنا في الجسم. يا جماعه مهم تحفظوا الشكل العلبه عشان ما حدش يبعت لي على السوشيال ميديا احنا ما لقيناهوش في الصيدليه او لسه متوفرش فادوني مكمل اخر. احنا مكمل غذائي بتاعنا او الفيتامين بتاعنا او المالتي فيتامين بتاعنا مختلف، لان صعب انك تلاقي كل الفيتامينات دي في كبسوله واحده. وهو متوفر في الصيدليات المختلفه صح كده؟ يعني سهل انك تلاقيه برضه. طبعا بس هو السحب عليه دلوقتي كتير جدا. فممكن بس يقول لك ايه خلاص لسه هجيبه، طب ناخد المكمل الغذائي الفلاني. هي دي المشكله. فاحنا ما لناش بديل خالص، هو ألب مالتي فيت اللي احنا شفناه على الشاشه اللي كله مضادات اكسده. من اهم المضادات الاكسده اللي ربنا خلقها عندي فيتامين اي، فيتامين ه. فيتامين اي مهم جدا لانه بيلتهم الخلايا، بيحجم الخلايا الحره، ما تروحش تبوظ لي خلايا جسمي. فيتامين اي حلو لانه بيمنع اكسده الدهون الضاره. انا اتكلمت على الدهون الضاره اللي بناكلها
وبيحصل لها اكسده. دهون الذره لو اتاكلت وحصل لها اكسده هتترسب على الاوعيه الدمويه ويحصل لي مشاكل سلسله في الأوعية. من الامراض يعني طبعا. اعتقد احنا في غنى عنها ما لهاش لازمه أبداً. اكيد. ففيتامين اي حلو جدا للموضوع ده. فيتامين اي بينشط لي الدوره الدمويه. فيتامين اي بيحسن كمان لو هطلع عن الموضوع بيحسن التبويض للستات بشكل ما لان هو بينشط لي الدم في المبايض وبيشيل الالتهابات. التهابات عاليه يعني الاكسده بتعمل لي التهابات عاليه. التهابات عاليه مفيش طاقه خالص في اليوم مفيش مناعه. عشان كده الواحد لما بياكل جانك فود او كده بيحس ان هو كسلان مش قادر يتحرك طبعا يعني لان جسمك كله مرتبط ببعض كله مرتبط ببعضه. فلازم الاكل الصحي ونقلل شويه الجانك فود. الجانك فود كفايه مره في الاسبوع كده تفريح يعني. وناكل بقى الخضار بتاعنا وناكل اللحمه بتاعتنا ناكل الدهون الصحيه. يا سلام لو اكلنا مرتين سلمون في الاسبوع سلمون تحفه. طب البديل الارخص شويه ايه مثلا للسلمون؟ سلمون غالي شويه. نقدر نقول فيتا الب مالتي فيت هيبقى هايل. سعره مناسب جدا. العبوه بتكفي شهر. موجود في كل الصيدليات. طبعا القرص الواحد زي ما احنا شفنا فيه فيتامين سي فيه فيتامين اي فيه كالسيوم. يا ستات فيه كالسيوم طبعا مهم طبعاً. جدا الكالسيوم ليهم. عندي فيتامين بي 1 في الثيامين والنياسين فيتامين بي 2 عندي فيتامين بي 3 هو متوفر خارج مصر كمان لو حد احنا طبعا اللي بيتابعنا ناس من داخل وخارج مصر ده فور شور طبعا فمتوفر في دول عربيه في بيطلبوا كتير فالدول العربيه بتقدر تتكلم كمان عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه الشحن يعني سهوله الشحن طيب رائع جدا الشحن عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. عندي كمان الزنك مهم جدا جدا للمعده. المعده بتحب الزنك قوي والزنك مهم لتحسين الضوافر. يمكن ساعات بتشوفي الضوافر بتتكسر صحيح ناس كتير قوي بتعاني سيدات صح. فعلا تقول لك انا طب انا شعري كويس بس ضوافري على طول بتتكسر صح. فعلا طب الضوافر طب اخبار الشعر ايه؟ عندي بايوتين. عندي بايوتين داخل الب مالتي فيت هايل للشعر لان البايوتين هو اللي بصيله الشعر فيها اوعيه دمويه فلازم الاوعيه تغذي لي بصيله الشعر عشان تنتج لي شعر حلو وما فيهوش تقصيف. نقطه مهمه جدا دي يا دكتور لان احنا بنعالج او معظمنا بيعالج من بره. ابتدي اعمل حمامات كريم حمامات زيت حاجات زي كده اللي هي الحاجات اللي طالعه مش الكرياتين وحاجات كده انا ما جربتوش عمري يعني بحس ان هو بيضر بس الله اعلم. على كل حال بنعالج من بره بس المشكله لازم يتم علاجها من الداخل يعني لازم البصيله بتاعه الشعر اصلا هي اللي بتبقى محتاجه اهتمام وفيتامينز اكيد محتاجين دعم البصيله جدا. ومع حاجات تانية بالنسبه للشعر يعني بالنسبه للشعر احيانا بيبقى في امراض مناعيه بتوقع الشعر احيانا قصور في الدوره في الغده الدرقيه بتوقع الشعر. لو شعري انا الغده الدرقيه كويسه الحديد كويس البروتين لان الشعر عايز بروتين كويس وشعري لسه بيقع نقدر بقى ندعم بالفيتامينز كويس مهم جدا كويس جدا. طبعا دي العلبه عشان نحفظ شكل العلبه ملناش بديل يعني خلاص بقت حاجه مالوفه بتهيألي حدش يعني الالوان حفظناها. سؤال معلش بقى بمناسبه الشعر لو شخص يعني عنده صلع وراثي برضو هل يساعد ولا القصه محتاجه مع الفيتامين لا جلسات بقى حاجات يعني يعملها؟ الصلع الوراثي التام لو حصل صلع تام لا هو محتاج زراعه شعر من غير ما نتكلم ولا وبعد زراعه يعني الشعر نحافظ بالالب مالتي فيتامين. يعني عندي صلع تام اولا الستات الحمد لله من رحمه ربنا ما عندناش جين الصلع ده اللي ناقص بقى يعني حاجه خدناها ما عندناش جين الصلع ممكن يبقى عندنا مرض مناعي بيؤدي الى الالوبيشيا دي ليها ادويه مثبتات مناعه وادويه بتمشي عليها على الدكتور وشعرها بيطلع تاني. لكن الراجل اللي جاله صلع لا فيتامين ايه ده لازم يزرع ويحافظ على الزراعه بألب مالتي فيت يعني ده. علشان برضو الناس تبقى فاهمه هو مش سحر القصه ليها كذا حاجه. فهنروح لبعض الاسئله زي ما احنا بقى اتفقنا. هنشوف برضو اسئله حضراتكم ونرجع تاني والكلام رايح جاي يعني طيب في سندس علي بتقول انا والده من 3 شهور شعري بيقع كتير فكنت عاوزه اعرف هل لو ينفع اخد الب مالتي فيت ويبقى امن مع الرضاعه ولا لا؟ فبرضه طبعا امن جدا مع الرضاعه ما فيش اي انجريدينت فيه غير امن ليها هيحسن لها جدا شعرها لان البيوتين مهم جدا زي ما انا قلت. داخل الب مالتي فيت الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 المهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء فهتلاقي كفاءة الدم عندها عالية. أكيد بنصحها أنها تاكل بروتينات كتير
يعني تاكل لحوم، تاكل بيض، الحاجات اللي فيها بروتين. طبعا كمان هيبقى حلو ليها للكالسيوم، لو عندها برضو ساعات بتلاقي بتفقد شويه كالسيوم مع الحمل او مع الرضاعه. طبعا طبعا. فاوريدي قلب مالتي فيد هيدعم لها الكالسيوم، فبالتالي هيحسن لها العظم عندها. داخل قلب مالتي فيت الزنك مهم جدا للشعر، النحاس مهم جدا للشعر، فاكيد بنصح انها تاخد من قلب مالتي فيت قرص واحد او كبسوله واحده، مش هنكتر عن كده. والميزه بقى في الفيتامين ده، لان برضو نرد على قصه هل بيتخن ولا لا، لان معظم الفيتامينز اللي للشعر بتفتح الشهيه وبالتالي بتتخن، فاحنا بنتكلم في حاجه امنه جدا، بالعكس ما بتفتحش الشهيه خالص. دي بتعالج اصلا لو حد عنده اضطراب في الشهيه، ان هي بتعالج، لان هي بتحسن لك المود، بتشوف ايه الفيتامينز اللي عندها نقص اللي بتادي ليه فكره الجوع. فموضوع از فيري 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 سيف وفيري جود يعني. صح. طيب نروح للسؤال الثاني انه عاجبني جدا، واعتقد ده حاجه كومن برضو ما بين ناس كتير. هي واحده اسمها هاجر تامر، استاذه هاجر، بتقول ابني بيغلبني في الاكل، ما بيحبش لا الخضار ولا الفاكهه، واغلب اكله من بره زي ما كنا لسه بنتكلم، بطاطس مقليه، مشروبات غازيه، فطبعا خايفه عليه عشان ما فيش اي فيتامينز بياخدها تقريبا. فكنت عاوزه اعرف هل مناسب لي مالتي فيت؟ هو عنده 17 سنه. 17 سنه طبعا، هو لازم من ساعه ما شافنا مامته تطلب قلب مالتي فيت. ما لا جدال، العيله كلها بقى. لا جدال والله. لان ما ينفعش، وصعب انك انت تقولي للشباب لا كل سلطه، لا كل، هو اللي في دماغه هيعمله. فلا غنى عن قلب مالتي فيت، لانه هيدعم له، هيعوض له الفيتامينات والمعادن المهمة اللي ناقصة في جسمه. هياخد قرص واحد في اليوم، لو هو طالب هيعرف يركز أكتر، لأن الأكل اللي بره ده بيزود لي جدا الالتهابات وبيزود لي الأكسدة، وكل ده بيأثر بالسلب على المخ. مهم ان هو يستخدم قلب مالتي فيد، لانه هيعمل كضد اكسده وهيحسن الالتهابات عنده. حلو. طب بما ان حضرتك برضو يعني اخصائيه في حته التغذيه والصحه، دلوقتي خلينا برضو نبقى بننقل صوره عن حياتنا طبيعيه او الصوره الواقعيه. ناس كتير بتشتغل، بالذات الناس اللي هي العامله، بيبقى صعب قوي ان هم، مش كلنا نقدر ناخد لانش بوكس، يعني كله بيعمل ايه؟ بيفطر وبعدين ينزل على شغله يقعد 8 9 ساعات، زملائه في الشغل بيجيبوا اكل بياكل، كل حاجات طبعا تبقى جانك فود، الكشري والساندوتشات والحاجات اللي كلها زيوت، فده طبيعه الاكل. حتى هنا عندنا في القناه بتشوفي ساندوتشات وحاجات وعيش ف برضو اكل الى حد ما مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. نعمل ايه؟ ازاي نغير اصلا اللايف ستايل بتاعنا عشان نقدر ناكل اكل صحي؟ لان بطبيعه يعني حياتنا وعملنا وبتاع صعب. فكرتيني ان انا قلت برضو ان انا بصور كل يوم، فعملت لانش بوكس اللي قلت يعني. بالظبط، ادينا مثال. عايزه اقول لك انا عملته، انا بقالي 7 سنين مثلا في القصه في شغلي ده، عملته يومين وما قدرتيش تكملي. إيه؟ برجع من بره يا دوبك بشوف بيتي عايز ايه، ويا دوبك بشوف انا عايزه ايه، لا يمكن انا اقعد. فقصه اللانش بوكس دي انا بالنسبه لي فشلت معايا. فلازم انا لازم امشي على فيتامينز، لان انا كتير بره والاكل ساعات انا ما بحبش العيش الابيض اكله كتير، بس لو جعت هعمل ايه بقى؟ بضطر اكل، لكن بقدر اعوض بالفيتامينز. مهمه جدا الفيتامينز. سؤال حاجه حلوه قوي اللي انت قلتيها يا نهاوند، قصه الستات والرجال اللي بيقعدوا بالساعات بره، مهم ان هم يدعموا، لان اكيد. وبعدين احنا في اللانش بريك احلى حاجه بقى، الالو ديليفري مش عارفه ايه كله للاسف كله. واحنا طبيعتنا شفناش حد بيقول لنا تاخدوا معانا سلطات تاخدوا يعني كله بيبقى حاجات. صح. يعني جانك يعني جانك. فاكيد بنصح بقلب مالتي فيت من دلوقتي نستخدمه، حتى لو انا باكل اكل صحي مش كفايه يا جماعه، من دلوقتي ابتدي استخدم قلب مالتي فيت من ساعه ما شفنا. والحلو اللي فيه ان تركيزاته مش اللي تخوفني ان حاجه تعلى حاجه، لا تركيزاته معقوله جدا ان انا اقدر امشي عليه لايف ستايل. زي ما انا قلت قبل كده، فيتامين سي موجود منه 500 مللي جرام، الجسم محتاج 1 جرام يوميا من فيتامين سي، وهكذا. التركيزات ما حطيناش التركيزات اللي هي تقلقني ان انا امشي عليه لايف ستايل، لان بعض المكملات بتمشي عليه شهر شهرين وتوقفي. بالظبط. لا، قلب مالتي فيت تركيزاته لطيفه جدا، هنحتاج ناخد الفيتامينات اللي فيها يوميا. حلو ده، لان برضو بيحصل تنمر اوقات على الناس اللي بيجيب اكل صحي. انا كريم كنت جات فتره بجيب على طول سلطه، بيقعد يغلس، عارفه اللي هو يقول لي سلطه ايه وبتاع، يخش معانا في الهمبرجر والحاجات اللي هو على طول. هو ما شاء الله عليه كمان بيتخنش خالص، ما بيتخنش. انا متاكده يعني
هيتفرج ويسمع انا بقول ايه انا بقولها له يعني اجسام برضو في اجسام كده في اجسام لا هو انا عن نفسي بشم الاكل بدخن يعني مجرد كده وبالعكس فعلا في اجسام كده اللي بتدخن من لا شيء في تنمر بيحصل على الناس اللي بتاكل اكل صحي فانا برضو الصوره دي موجوده يعني مش تنمر طبعا انا بهزر بس يعني الناس تقعد تقول لك يا عم مش عارف عارفه الثقافه دي صح. تروحي تتعزمي عند قرايبك والله ما انت قايمه غير لما تكملي طبقك لا عارفه احنا ثقافه برضو فيها نوع من يعني الود وعندنا الحته دي بنجامل بعض حتى بالعزومات بالاكل ف يعني مع الثقافه دي محتاجين ان احنا ايه بقى نوازن الموضوع شويه على قد ما نقدر كلامك صح 100% نهاوند وكل اللي انت بتقوليه ده بيحصل فعلا معانا كلنا موضوع ان انا معزومه عند قرايبي ولازم تاكلي عشان تجاملي يعني والاكل حلو بس انت خايفه على نفسك بس بتضطري فلازم نمشي على مضادات اكسده مضادات الاكسده مهمه جدا ما نفرطش فيها لان لا ما ينفعش تزيد لكن انا بقول ان 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 الب مالتي فيت التراكيز يا جماعه ما تخوفناش فيري سيف وكونسنتريتد بشكل امن جدا اطلاقا اطلاقا خصوصا بقى احنا بنتكلم على شهر وكام يوم على رمضان او شهر ونص ف رمضان اللي هو الشهر اللي بنقول او بندي نفسنا فيه الى حد ما او نسبه كبيره مننا العذر خلاص كل اللي انت عايزه بس بحساب طبعا ناس مدخنين كتير جدا بيقعدوا بقى فتره اللي هي كام ساعه اللي تحت دي بيدخنوا بشكل يعني زياده فده شهر احنا محتاجين بقى نركز فيه قوي لان السمبوسك والفرايز وكل الاكل تقريبا في اكسده فمهم قوي برده شهر رمضان ده جدا حتى لو نبدا الكورس معاه طبعا هيبقى مهم ليهم جدا وزي ما انت قلتي بيبقى عندنا الاكسكيوز بقى بس بنطلع من رمضان تخنانين 5 كيلو فبرضه نحاول عشان ما نندمش بعد كده انا تخنت كده ليه واقعد بقى اعمل دايت واعمل قص لكن بقول ان هيبقى حلو جدا في شهر رمضان الكريم طبعا لتدعيم الطاقه وممكن بعد ما بنفطر بناخد القرص بتاعنا هيبقى ساعتها بعد الفطار الوجبه بقى بتاعه الفطار بعد الفطار وبناخد القرص بتاعنا بعد الفطار مثلا بربع ساعة أو بنص ساعة عشان عشان معدة تهدى شوية ونشرب مية كتير عشان هو ووتر سوليبل فعشان نستفيد أكتر من الفيتامينات اللي داخل ألب مالتي فيت تعرف يا دكتور في ناس أعرفهم يعني ما أعرفش سمعتي الموضوع ده بس أكيد سمعتي ناس ما بتحبش المية انا اعرف ناس بيقولوا احنا نفسنا نشرب ميه بس احنا ما بنحبش الميه الناس دي وهو سنهم يعني صغير اول الثلاثينات بس مع اللونج ران دي كوارث ممكن تحصل لهم صحيا يعني طبعا لا هو مش مع الشباب انا ما كنتش بحب الميه يعني بنساها وبعدين بقيت اعمل ايه بقى كل ما اروح حته معايا الازازه بتاعتي خلاص شوفها باخدها اكنها دواء ما فيش لازم نشرب على الاقل 2 لتر عشان الكلى عشان الكبد عشان المخ عشان الدوره الدمويه كلها عشان الدم يمشي بشكل سليم لا غنى عن الميه او الميه اساس كل شيء حي ومحدش يقول لي لا اصل انا ما بشربش ميه اصل بشرب عصير بدل الميه لا العصير ده حاجه ثانيه خالص بشرب مياه غازيه اصحى الصبح في ناس بتفطر على المياه الغازيه في ناس عايشه الله. عليهم فعلا لا 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 ما ينفعش خالص نشرب ميه كويس جدا عشان حتى الب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه تعرف تمشي في الدم كويس قوي وان احنا نحس بقيمه هذا المنتج يعني حلو جدا لا بجد مكمل غذائي اعتقد مفيد ومعلوماتك مفيده دايما وزي ما كنا بنقول يعني ابعتوا دايما لليوم اللي هيكون معنا دكتور دينا ابعتوا اسئلتكم هنجاوب عليها على الهواء مباشره اي سؤال يخطر في بالكم خاص باي مشكله صحيه ليكم او لاي فرد يعني في العيله دكتور دينا هترد على طول يعني لايف شكرا ليك يا دكتور وبتفيدينا كل حلقه فعلا حبيبه قلبي تسلمي نورينا قريب ان شاء الله تاني اما بيتك بقى خلاص يعني هتستضيفينا بعد كده شكرا يا دكتور وشكرا لحضراتكم على متابعتنا نشوفكم ان شاء الله ولقاء متجدد و10 الصبح في الاهلي مع السلامه